أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من فقرات في بيتنا شيف برعاية المراعي، واليوم إحنا في ضيافة هديل الجمل. هديل كيفك؟ تمام، كيفك شو أنت؟ أخبارك؟ الحمد لله. طبعا هديل من المبدعين واللي كانوا معنا كتير أو شفتهم كتير على شاشة قناة رؤيا، سواء في برنامج ست النكهات أو في مطبخ رؤيا، واليوم في فقرة في بيتنا شيف. فقولي لي اليوم إيش رح نعمل يا هديل؟ وصفة مميزة اليوم. وصفتنا مميزة لأنها من المطبخ الليبي. أوكي. وهي وصفة لحلو كتير معروف بليبيا اسمه جرينات اللوز. جرينات اللوز، يس. طب تحديداً ليش وصفة ليبية وشو ارتباطك بالمطبخ الليبي؟ أنا بعشق الأكل الليبي والمطبخ الليبي، وبحب ليبيا لأنه عشت فيها 12 سنة، فكتير بنتمي لهذا المكان، وكتير بحب أنه أسلط الضوء على المطبخ الليبي والأكل الليبي لأنه مظلوم إعلامياً. تمام. وإذا أنت قلتي لي كمان أنه عم تعملي هلأ حالياً مشروع، صح؟ شو مشروعك؟ هلأ مشروعي رح يكون من البيت بظروف الكورونا اللي هلأ إحنا فيها، رح يكون أوردرات لأكل ليبي وحلو ليبي، واسم المشروع كاشيك. ليش كاشيك؟ هو معلقة. وليش معلقة؟ أول إشي كاشيك بالليبي يعني معلقة، وليش معلقة؟ لأنه هاي المعلقة كتير بتعني لي. هاي المعلقة أخذتها من بيت جدي، وهي المعلقة الوحيدة الموجودة، وأنا صراحة ما باكل غير فيها، كتير بحبها، كتير بتعني لي. بعرف إني مجنونة، ما بعرف قد في مجانين. بالعكس، كل الواحد يكون مرتبط بهاي الأشياء اللي هي هيك بتضيف ذكريات فعلياً. آه. حبيبتي كل التوفيق لإلك. خلينا نبدأ إذن بوصفة اليوم، رح نعمل حلو من المطبخ الليبي. خلينا نشوف المقادير. يلا قولي لنا. هلا المقادير عندنا كاستين ونص طحين. أوكي. طبعا كل المقادير بالاكواب المعياريه، اكيد لازم انت تزينها بالزيت بالحلو. فراح احط المكونات الجافه اللي هي الطحين، كوبين ونص. طبعا بنقدر نضاعف الكميه اذا بدنا اكثر. كوبين ونص من الطحين. هلا عندنا نص كوب من اللوز المحمص. اوكي. وطبعا مدقوق، يعني صراحة كل المكسرات هم بيستعملوها بالحلو الليبي إجمالاً. بس بهاي الوصفة أنا بحب أدخل الفستق والمحمص برضو. المحمص كله يكون محمص. وهذا اللي أنا مستعملته هنا مملح شوي، فأنا بحب شوي هاي النكهة، وأوريدي أنا بضيف رشة ملح طبعاً. بحط تقريباً ربع كوب سمسم، كمان بيعطي نكهة طيبة، والقرشة ونكهته مع المكسرات كتير بتلبق. إذا حطينا الطحين، حطينا اللوز والفستق والسمسم. يس. هلا رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر، رشة ملح. هلا بدنا نخلطهم عشان نتأكد إنه كل مكان بالطحين وصلوا مكسرات. اوكي هديل، هلا بعد ما حطينا كل المواد الجافه ايش رح نعمل؟ هلا بنخلط المواد الجافه كثير منيح، بعدين نبلش نضيف المكونات السائله. اوكي. رح اضيف اول شيء زيت، طبعا زيت نباتي عادي، نص كوب. رح اضيف الزبده، طبعا زبده بدرجه حراره الغرفه. أكيد. كمان نص كوب. اوكي، اذا هلا بعد ما اضفنا نص كوب من زبده المراعي ايش ضل نضيف؟ هلا ماء الزهر، هذا اللي رح يعطي الطعم اللي كتير زاكي. هلا رح تفحفح الريحة. اوكي، هادي عندك. هلا هاي الوصفة في ناس بحبوا يضيفوا لها سكر. اوكي. انا بفضل بدون سكر، لانه اصلا بعد ما تنخبز بنحط سكر بودرة. سكر بودرة. اوكي. فما له داعي. أكيد. صراحة بحس، وكمان بنقدر انه نخلي هاي الوصفة تصير صحية اكثر، انه ما نستخدم زبدة. هلا انا بفضل صراحة زبدة وزيت نخلط، بس كمان نقدر نخليها صحية، نستعمل فيها طحين اللوز للناس اللي كمان عندها حساسية للجلوتين، وكمان انه نستعمل بس زيت نباتي. اوكي تمام، احنا جاهزين هلا عشان نبدا نشكل فيهم. بس. هلا بدي احكي كمان شغله على التشكيل قبل ما نشكلهم. هلا بفضل دائما نريح العجينه بالثلاجه مغلفه نص ساعه. اذا دائما نعمل قريبه تماما. يس. يعني شايفه هي العجينه بس قوامها قريب لها. صح. كمان. بس كمان انا مرات صراحه يعني معظم الوقت بيكون عندي كثير شغل، فبكون تطر. مستعجله، بضطر اشتغل فيها دغري، وبرضه بتزبط. يلا بس نتاكد انه كل المكونات انخلطت. اوكي، هلا انا بعد ما عجنتها منيح بفضل شوي احطها بالثلاجه، بالذات لانه كمان الجو شوب مع الزبده بتكون سايحه بصير شوي اصعب. تقريبا قد ايه؟ نص ساعه تقريبا. مثلا بنحطها بالثلاجه وبنحضر شيء ثاني. وهي بعد ما بردناها شوي هديه. هلا هلا كمان في طريقتين للتشكيل، انا بفضل بايدي، بس كمان الناس اللي ما بتقدر تعمل نفس الشكل بيقدروا يفردوها بين ورقتين زبده وبيقطعها على شكل دائري
بعدين بالشكل دائري بزيحوها شوي عشان يصير شكل الهلال. بنخبزها على فرن درجة حرارته 180 لمدة 12 دقيقة بالضبط. هلا بنقدر بس نحطها من شوي للشوي، بس ندفع عنا عليهم طبعا بالشوي لانه يعني كمان بفرق من فرن لفرن. بدنا نخليهم على بياض زي اللي محضرتيهم صح؟ هلا بنفرجيهم المحضرين. شايفين اللون؟ انا بدي افرجيهم اشقر. كثير مهم هديل لما فتيت لما قطعناها قد ايه بتفت، يعني الطراوه اللي هي فيها بصراحه مع انها بدون سكر بس هيك اسكر. طيب هلا بالعاده الطريقه التراديشنال حتى للتقديم او لانه نحتفظ في هذا النوع الحلو، بنغطس الحبه زي ما هي بالسكر على الجهتين وهي سخنة أول ما تطلع من الفرن عشان تتشرب. هاي الطريقة الأصلية لهذا الحلو، بس أنا صراحة بفضل شو نغطها بالسكر عشان القاعدة يعني تتلبس بالسكر. أوكي. وبعدين بعد ما نحطهم كلهم نرش السكر عليه عشان منظره بيطلع كتير أحلى. إذن اليوم عملنا حلو من المطبخ الليبي تحديداً اللي هو اسمه جرينات اللوز. جرينات اللوز زي ما أنتوا شفتوا، وضل في وصفة تانية رح تحضر لنا إياها هديل باستخدام حليب المراعي، فخليكم معنا. وبعد ما عملنا وصفتنا الأولى مع هديل رح نعمل وصفة تانية باستخدام حليب المراعي. قولي لنا يا هديل عن الوصفة المميزة. هاي الوصفة كتير صحية وكمان نقدر نستبدل الحليب الكامل الدسم بقليل الدسم أو حليب اللوز للناس اللي عندها حساسية. أوكي. هلأ رح أستعمل حليب المراعي، رح أحط تمر، طبعاً هاي ما فيها سكر أبداً، كمان الناس اللي ما يعني بتدخل سكر بنظامها الغذائي تقدر. يعني إحنا كل الحلاوة رح ناخدها من الموز ومن التمر. صح، التمر طري طبعا يعني اكيد الحلاوه فيه كثير منيحه، والموز يكون شوي مستوي فبيعطينا الحلاوه اللي بدناها. هلا رح اضيف الموز. انت جمدتي الموز؟ جمدته عشان يعطيني هذا القوام السموذي اكثر. طبعا رح اضيف ثلج، رح احط خمس تمرات او سته. هلا رح اضيف قرفه لانه كثير بتلبق مع الموز وبتلبق مع التمر، ربع معلقه تقريبا او يعني اكثر شوي. اوكي. برضو هاي كل واحد يعني حسب ما هو بفضل، انا بحب طعم القرفه كثير. وهلا رح نضيف معلقه من الطحينه. اوكي. مغذيه جدا على فكره الوصفه. دسمه هي وكثير زاكيه. هلا رح نضيف الحليب. هلا رح نضيف الثلج. اوكي. وبدنا نضيف الحليب. حليب قد ايه بنحط؟ رح نحط تقريبا كاسة ونص حليب لانه رح يضاعف الكمية يعني. حسيت طبعا كثير زاكي. اي حدا بحب يعرف اكثر عن المطبخ الليبي بيقدر يتواصل مع هديل على صفحتها على انستغرام اكيد وعلى الفيسبوك. مش هيك هديل؟ فخليكم معنا وان شاء الله تكون عجبتكم الفقره. يعطيكي الف عافيه، ابدعتي هديل. واذا حابين تكونوا معنا ضمن هاي الفقره تواصلوا معنا على صفحه مطبخ الليبي. تفضلي.